السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم نصاب ساعة اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس بالحلقة الثانية والثلاثون بعض الأوامر الجديدة أو الرموز الجديدة التي سوف نطبقها على ft.sh الملف الذي قمنا بإنشائه في الحلقة الواحد والثلاثون وهو ملف شب. الآن نقوم بإنشاء سكريبت لاحظوا مثلا نقوم بكتابة ايكو الكود الطبعة من الملف ونضيف مثلا سامي هنا الكلام الذي قمنا بطباعته بعدها سوف نقوم بطباعة read وهو أمر يقوم بالطلب منا التسجيل أو إدخال اسم معين الآن read إلى هنا ننصحكم أن تقوموا بالتطبيق معنا نحب عمل كثير وثم الآن نقوم بتشغيل النور الآن كما تشاهدون هنا يقول لنا خطأ في السطر الثاني لماذا لأن ريد نحتاج اسم الإدخال مثلا نقوم بطاي SAI وتستطيع من إعطاء أي اسم فقط للدلالة عليها أو للتذكرة إن عدت بعد فترة وهكذا الآن نقوم في تطبيقها مرة أخرى الآن كما تشاهدون سنصعد لوجين وهنا نقوم بكتابة سامي سعد الآن انتهى معنا البرنامج وهذا سكريبت بسيط تعلمناه ندخل أي اسم مثلا SWA وانتهى البرنامج معنا وشكرا لكم وشكرا للمتابعة مع السلامة.